أخبار اليوم. الموقف الحالي هو من عمليات الإخلاء مستمرة. كم عدد السيارات الإسعاف الموجودة في موقع الحطام في حدود 50 سيارة؟ عمليات الإخلاء مستمرة من مطار كبريت إلى المشرحة في منطقة زلة. ده الموقف بالنسبة لنا في الوقت الحالي. في فريق من روسيا متخصص في عمليات البحث هيصل مساء اليوم، أيضا في مجموعة من الخبراء من الشركة المصنعة إلى جانب الشركة المالكة، وده إجراء طبقا للمعاهدات الدولية بينضم إلى فريق العمل أو البحث من وزارة الطيران المدني. معالي وزير الطيران المدني ممكن